أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية الآرامية، وحلقة جديدة من برنامج أضواء على العراق. هذا المساء الأربعاء الأول من نيسان 2015، برنامجنا كما اعتدنا سيكون برنامجا مباشرا، وبإمكان الأخوات والأخوة الاتصال على رقم تليفون المحطة للمداخلة في محاور هذا المساء. لكن أبدأ ببعض الأخبار. يصادف طبعا هذا البرنامج، أود أن أتقدم بالتعازي الحارة إلى أبناء وبنات كنيسة المشرق الآشورية برحيل البترك، بانتقال البترك ماردنخا الرابع خننيا إلى الأمجاد السماوية. كذلك تهنئة إلى أبناء الشعب المسيحي بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد. نتمنى أن يكون عيد سعيد وعيد بالتوفيق لكل العوائل. وبهذه المناسبة أيضا، ومن حسن الصدف أن يصادف هذا البرنامج في يوم الأول من نيسان، هذا اليوم التاريخي في حياة الشعب الكلداني الآشوري السرياني، وهم يحتفلون بعيد الأكيتو بداية السنة الجديدة. نتمنى أن تكون سنة خير على الكل. ولا يفوتني أيضا أن أبعث بالتحايا إلى قطاعات الجيش والشرطة العراقية والمتطوعين الذين ذادوا واستبسلوا في حربهم مع تنظيم داعش الإرهابي، وهناك أخبار طيبة بأنهم حرروا تكريت، ونأمل أن يمتد هذا النصر لحتى تنظيف العراق من هذه العصابات المجرمة والقاتلة. مشاهدينا الكرام، بالأسابيع الماضية كان لي الشرف أن أستضيف العديد من الأخوة اللي كانوا منغمرين في أعمال إنسانية وأعمال خيرية وأعمال سياسية للتعبير عن تضامن الجاليات العراقية اللي موجودة بالخارج مع المحنة اللي ديمر بيها ليس فقط الشعب المسيحي. الشعب المسيحي، الإزيديين، العرب، المسلمين، أبناء الطائفة المندائية، كثير من العراقيين اللي أصبحوا ضحية لحرب داعش، وضحية أيضا للخلافات السياسية ولنظام المحاصصة الطائفية اللي للأسف ما زال قائم في العراق. لكن يبقى هذا الأمل، هناك كثير من الجنود المجهولين، هناك كثير من الناس الذين يعملون في الخطوط الخلفية، في إن كان جمع التبرعات، كتابة البيانات، الاتصال بالمسؤولين. و هذا بتصوري هو عمل كبير في هذه المحنة. المحنة هي أكبر، لكن على الأقل الإنسان يوفي ضميره. في هذه الليلة مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أستضيف شخصية معروفة بتاريخها الوطني، كان عضو في حكومة إقليم كردستان، عضو سابق أو وزير في حكومة إقليم كردستان، إعلامي وناشط وطني وسياسي، هو السيد جورج منصور، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا، ليتحدث إلى مشاهدي الفضائية الآرامية وإلى مشاهدي برنامج أضواء عن العراق عن نشاطات هذه الجمعية وعن ما تقوم به، خاصة في هذه الظروف الصعبة لأبناء شعبنا المنكوبين في المخيمات.
أهلا وسهلا أستاذ جورج منصور. أهلا بكم. أستاذ جورج، من خلال الاطلاع على النشريات اللي تتعلق بنشاط جمعيتكم المؤقرة، يا ريت لو تعطي المشاهد الكريم فكرة عن هذه الجمعية، ربما متى تأسست، أهم النشاطات اللي قامت بها، وأيضا أن تتحدثنا حول نشاطها الأخير والمتميز، وبالذات رحلاتكم إلى المناطق المنكوبة في العراق. تفضل أستاذ. شكرا جزيلا ومساء الخير لجميع المشاهدين، وأثني على كلام الأستاذ كمال وأشكر الفضائية الإعلامية على هذه الاستضافة مساء اليوم. بالحقيقة أثني على أنه أولا أبارك شعبنا بأكيتو، وأعزي أيضا بوفاة غبطة البطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار الدنخر الرابع. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا تأسست في عام 94، وكان لها نشاطات ما أدخل في تفاصيلها إلى 2003، وبعدين ما جرى بالعراق يعني من تغييرات، ونحن سافرنا للعراق وتوقفت أمورها، لكنه بالفترة الأخيرة وقبل دخول داعش يعني بدأت الجمعية تعمل بشكل أساس لتنظيم أمورها، ومن ثم أصبح موضوع دخول تنظيم داعش الإرهابي نقطة انطلاق كبيرة لزيادة نشاطاتها في هذا المجال. فقامت في البداية بالتظاهرات في المدن الكندية بالمشاركة بها، ومخاطبة الجهات الكندية لمد يد العون إلى العراق، إلى الشعب العراقي، لتسليح الجيش العراقي والبيشمركة، لأنه هذا عدو يعني المتربص بالعراق، عدو خطر، والعراق بإمكانياته المحدودة لا يمكن أن يقاوم هذا العدو اللي إلى الكثير من الإمكانيات. بعد هذه طبعا نحن في أكتوبر الماضي، في أكتوبر 2004، قمنا بزيارة ميدانية إلى مخيمات النازحين واللاجئين قسرا، وقدرنا أنه نزور هذه المخيمات ونلتقي بالنازحين ونلتقي أيضا بالمسؤولين ورجال الدين. وعبر سلسلة من اللقاءات ولأيام عديدة تمكننا من أن نعد التقرير الأول عن نشاطنا وعن لقائنا وعن هموم النازحين وعن مشاكلهم وعن احتياجاتهم. هذا التقرير طبعا قدم إلى الحكومة والمسؤولين في الكنديين، وأيضا قدرنا أنه نوصل هذا التقرير إلى الأمم المتحدة. طبعا بالإضافة إلى أنه هذا التقرير، نحن الغرض من يعني زيارة النازحين وزيارة المسؤولين أيضا المحليين والدوليين هو أنه لحثهم من أجل مساعدة هؤلاء النازحين، باعتبار أنه نحن نحس بمعاناتهم ونحس بحاجتهم لهذه المساعدة. وقبل أن أتحدث عن الزيارة الثانية الميدانية اللي كانت قبل أيام، يعني رجعنا من هاي الزيارة، نحن أيضا خاطبنا منظمة اليونسكو بموضوع تدمير الآثار. طبعا المخاطبة كانت قبل شهر من هذه الفيديوهات التي عرضت وفيها هذا التحطيم والتدمير للحضارة العراقية، وطالبنا المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا إلى أن تطلب من مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة.
لكن طبعا هاي الجلسه ما تحققت الا بعد ما يعني الفيديوهات عرضت هذا التحطيم المتعمد اللي طرحها يعني تنظيم داعش بالاسواق. لكنه تلقينا رساله شكر من ايرينا بوكوفا من منظمه اليونسكو على اهتمامنا في هذا المجال. قبل اكثر من شهر رحنا وفد، يعني سافرنا الى المخيمات، وبدينا ايضا بزياره المخيمات الايزيديين والشبك والتركمان والعرب والمسيحيين طبعا اكيد. وحتى انطي للمشاهد يعني الكريم بعض يعني الارقام والاحصائيات اللي راح تدخل ضمن التقرير الثاني اللي ايضا الان نعده ونقدمه للمسؤولين الكنديين والمسؤولين الامميين. يعني وصل اليوم عدد النازحين في العراق الى 2,634,492 شخص. هؤلاء النازحين موزعين على 2,949 مأوى. وأقصد بمأوى ممكن يكون هذا مخيم، وممكن يكون هذا كرفان، وممكن هذا بيت، يعني بيوت غير جاهزة أو عمارات غير جاهزة النازحين يلتجون إلها كمأوى. هي طبعا يعني تنعدم فيها الظروف الصحية والشروط الصحية وكل شيء يعني، لكنه هذا الموجود على كل حال. وأعطيكم فكرة أنه يعني مثلا هذا النزوح الكبير اللي صار خاصة على منطقة إقليم كردستان، بحيث وصل يعني عدد سكان دهوك قبل هذا النزوح كان 1,318,000. هذا العدد حاليا وصل إلى 2,180,833 شخص. طبعا هذا يشكل عائق كبير باعتبار ليس فقط في دهوك، وإنما في كل المدن اللي فيها هذا الزخم وهذا الكم من النازحين. خاصة يعني إقليم كردستان يتحمل بالإضافة إلى النازحين يتحمل أيضا اللاجئين السوريين اللي لجأوا إلى كردستان قبل هذه الأحداث يعني. فالبنية القاعدة اللي بنيت يعني عليها هذه المدن وهذه القصبات وهذه الأماكن هي لعدد محدد من الناس يعني، وليس لهذا الكم الكبير من النازحين. فهذا يشكل يعني إشكالات كثيرة، بحيث أنه الناس يعانون من الكهرباء والماء والمستوصفات والأطباء والمدارس وإلى آخره. لاحظنا أن أغلب المخيمات التي بنيت طبعا خاصة يعني في منطقة دهوك وبردرش وأربيل أيضا، هي مخيمات بنتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، يعني UNHCR و IOM وغيرها، وأكو بعض المخيمات بنتها تركيا يعني، وهذه قليلة طبعا. ونحن في دهوك زرنا مخيم خانكي اللي هو أكبر مخيم حاليا في دهوك، وفي هذا المخيم يعيش 18,114 شخص بمعدل 3,120 خيمة. في هذا المخيم المكتظ بالناس يتقاسم كل 8 أشخاص في خيمة واحدة، وكل 8 خيم يتقاسمون على تواليت واحد أو حمام واحد بمعدل 60، أكثر من 60، 64 شخص يتقاسمون حمام واحد، بحيث أنه أحيانا يعني يخلون ساعاتهم يعني ينصبوها بحيث أنه يعني يفزون من وقت أو كذا، يرتبون جدولهم بحيث يروحون للحمام يعني. في هذا المخيم يعني مخيم خانكي في دهوك 994 طفل رضيع، وفي هذا المخيم 599 يتيم، وفي أيضا 462 أرملة. أنا أطرح هذه الأرقام حتى يعني أعطي للمشاهدين الكرام أنه حجم المأساة اللي يعيشها الآن العراق بشكل عام، وهذه المدن
اللي ده تتحمل وزر يعني هاي المشكلة العويصة اللي دي يواجهها العراق ودي يحاول أن ينهض بها، لكنه ما ممكن أن ينهض بها بدون طبعا المساعدات الدولية وبدون أنه نحن نقوم بهذا الواجب اللي ممكن يساعد أو يخفف على أقل تقدير من موضوع أو من مشاكل النازحين. وأيضا رحنا زرنا إلى يعني مخيم الشبك، هو طبعا هذا المخيم 90% من الشبك في منطقة بردرش، و10% هم من العرب ومن التركمان. بالتأكيد أنه يعني ذول الناس اللي النازحين في هذا المخيم هم من منطقة الموصل وسهل نينوى. وفي هذا المخيم، مخيم الشبك أو يسمى بمخيم بردرش، 6522 شخص موزعين على 898 خيمة. طبعاً المشكلة العويصة الآن بشكل عام في دهوك أو في أربيل هي مشكلة يعني التلاميذ الطلبة. مثلا في دهوك يعني كرقم هناك 67,000 طالب نازح، 31,000 من هؤلاء الطلاب حرموا من الدراسة بسبب يعني عدم وجود مدارس كافية وأمور كثيرة. يعني مثلا في مخيمات في عنكاوة، مثلا مخيم آشتي، هناك 267 طفل اضطر، يعني الفترة اللي أنا كنت موجود هناك، نحن كوفد كنا موجودين، اضطر 90 من هؤلاء الطلاب التلاميذ أن يقطعوا دراستهم وما يقدرون يروحون للمدارس، لأنه مكة ما عندهم 10,000 دينار بالشهر إجرة النقل. فالمسألة يعني مسألة جدا كبيرة ومسألة عويصة، بحيث أنه عنكاوة اللي كانت 35,000 نسمة قبل هذا النزوح الكبير الآن تجاوزت أعدادها إلى 100,000 نسمة. وأعطيكم صورة عن النازحين المسيحيين بشكل عام، يعني مثلا أكو 5,300 عائلة نازحة في دهوك، 305 عائلة موجودة في سليمانية، 280 عائلة موجودة في كركوك، 50 عائلة موجودة في البصرة، هذا إضافة إلى أكثر من 1,000 عائلة غير مسجلة، يعني لم تسجل لأنه أوضاعهم إلى حد ما يعني لا بأس بها، بحيث أنه يقدرون يعيشون بدون هاي المساعدات اللي توصل إلى هذه المخيمات. وعلى هذا الأساس يعني هناك 21 مركز يعني للنازحين في أربيل، وسبعة مراكز في سليمانية، إضافة إلى 70 مركز في دهوك. طبعا مخيم آشتي يعني السلام في عنكاوة أيضا في عدد يعني غير طبيعي، 1183 شخص، وهذا العدد طبعا في تزايد. ولاحظنا أن هناك تكدس غير طبيعي في هذه يعني في هذا المخيم، وهي يعني هي عبارة عن كرفانات، تعيش يعني في كل كرفان تعيش عائلة أو أكثر من عائلة. وطبعا في يعني في هذا المخيم نفسه 267 طفل، ويعني الأطفال كثيرين، لا أماكن للعب، لا أماكن للهو، لا يعني لا أماكن لهم للدراسة. فهذا يشكل يعني إحباط نفسي، يعني نحن كان يعني هذا الإحباط النفسي وهذا الوجوم اللي لاحظناه في وجوه الناس النازحين ما شفنا في أكتوبر الماضي في 2014، باعتبار أنه النازحين كان عندهم أمل بالعودة السريعة إلى مناطقهم، لكنه الآن وصل يعني وصلت حالة الإحباط والوضع النفسي والظروف اللي يعني شافوها خلال الشتاء الماضي، يعني ظروف غير طبيعية تماما يعني. ويعني
إذا تستمر هاي الحالة، وأنا أتوقع أنه موضوع يعني عودة النازحين إلى مناطقهم راح طول فترة طويلة، يعني هذه ما راح تكون بهاي السهولة لكثير من الأمور، يعني كثير من الأسباب يعني لا أود يعني التوقف عندها الآن، يعني لكنه كما تعرفون أنه أي مدينة وأي قصبة وأي ناحية يعني بعد ما يعني يطلع منها داعش، يعني تنظيم داعش الإرهابي هذا، أكيد تحتاج إلى فترة بناء، فترة إعمار، فترة يعني كل الأمور مخربة تكون بها أكيد، بالإضافة إلى أنه أكيد فيها الكثير من الألغام وفيها الظروف غير الصحية اللي ممكن أنه الناس يعني من الصعب أن تعيش فيها رأسا. أنا بصراحة اللي يعني استفزني كثيرا ويعني أحزنني كثيرا هو أنه أنا التقيت بمجموعة من يعني التقيت باتحاد الأدباء والكتاب السريان، يعني مجموعة طيبة من الناس، يعني ويعني عندهم شهادات دكتوراه وعندهم شهادات ماجستير ومشتغلين حياتهم كلها على موضوع يعني الأدب السرياني والشعر وكذا. يعني هؤلاء الأدباء والكتاب عندما نسحوا من مناطقهم في سهل نينوى تركوا كل المتعلقات اللي تخصهم، يعني كان يعني أكو بيهم أدباء بحيث أنه عصارة يعني جهدهم خلال هاي السنوات كلها تركوها يعني في مدنهم أو في قراهم، وما قدروا يطلعون منها أي شيء، وهذه طبعا خسارة كبيرة ليس فقط إلهم وإنما يعني الثقافة والتراث والأدب السرياني والأدب العراقي بشكل عام. يعني طبعا نحن بالإضافة إلى يعني لقائنا بالمخيمات ومعرف يعني تعرفنا على مشاكلهم، نحن أيضا التقينا بمسؤولين وطرحنا عليهم هذه المشاكل. يعني قدرنا نلتقي بالدكتور فؤاد حسين اللي هو رئيس ديوان رئاسة الإقليم. طبعا هو تحدث كثير من الأمور بما فيها موضوع يعني سقوط نينوى يعني بهذا الشكل بيد داعش ومن المسبب إلى آخره من الأمور هذه، لكنه هو شكر الدول طبعا اللي تقدم يعني مساعدات إلى أقليم كردستان، لكنه يعني يرى أنه ما تقدم هاي الدول من مساعدات ليس بالمستوى ولن يحسم المعركة بهذا الشكل. يعني فإذا هناك انتظار وتوقعات أنه هاي الدول يعني الكبيرة ممكن أنه يعني تقدم مساعدات أكبر بحيث تكون عملية القضاء على تنظيم داعش الإرهابي تكون بطريقة أخرى. وأيضا التقينا بمسؤول العلاقات الخارجية فلاح مصطفى اللي تحدثنا عن أنه هناك تحديات كثيرة يعني تواجه إقليم كردستان حاليا، باعتبار إقليم كردستان هو واحة يعني من الأمان، كان يعني كان استقرار في الوقت اللي كان يعني شعبنا في بغداد وفي مناطق الساخنة من العراق كان ينضرب، كان إقليم كردستان كان مأوى آمن للعراقيين كانوا يعني موجودين به. فهذا المأوى الآمن يتعرض اليوم إلى مخاطر، يعني هي مخاطر إنسانية، هي مخاطر عسكرية، بحيث أنه عدد سكان الإقليم زاد 28% نتيجة هذه يعني هذا النزوح الكبير. يعني وطبعا هناك تماطل في تقديم المساعدات من قبل حكومة بغداد، لأن هناك تجاذبات، ما تزال تجاذبات سياسية موجودة بين حكومة بغداد وحكومة أربيل. بالإضافة إلى هذه طبعا نحن قدرنا نلتقي يعني وزير الشهداء والأنفال اللي تحدث عن ما حدث في سنجار باعتبار أنه يعني إبادة، عودة للتطهير العرقي وإبادة جماعية، ولأنه العراق غير منظم لمحكمة الجنايات الدولية
فموضوع طرح يعني إدانة العراق، إدانة يعني داعش وما يعمل داعش، يكون ناقص أو من طرف واحد يعني وحيد الجانب، يكون باعتبار أنه العراق ما موقع على هذه الوثيقة أولا، يعني مو عضو في محكمة الجنايات الدولية، وبعدين ماكو في يعني في دستوره أي مادة تشير إلى الإبادة الجماعية في العراق. التقينا أيضا بالدكتور نوري عثمان اللي هو مسؤول ملف النازحين في إقليم كردستان، وتحدثنا أمور كثيرة ما يعني ما أخذ من وقت البرنامج، لكنه اللي تحدث لنا عن مشاهداته بعد لقاءات الناجيات اليزيديات. يعني هذا اللي تعرضوا إلى الناجيات اليزيديات لا يمكن أنه واحد يتحدث عنه، يعني لأنه يعني أي شيء يعني ممكن أن يعني نقرأ عنهم، لكنه أنت من تشوفه من تلتقيهم من تشوف هاي المعاناة، أنه فتاة يعني بعمر يعني 18 عاما أو 20 عاما، أنه يعني حولوها خلال أسبوع واحد بين 40 إرهابي مثلا، يعني فيعني مأساة كبيرة. طبعا بالإضافة إلى يعني التقينا أيضا بمحافظ أربيل اللي بصراحة هو شكر الجالية الكلدانية في ميشيغان على دعمها وعلى يعني دفعها إيجارات للعديد من البيوت للنازحين، وتحدث أيضا على أنه ماذا سيحدث ما بعد الموصل. يعني هي هاي مسألة أيضا خطرة جدا، باعتبار أنه الآن يسكن في الموصل 2 مليون شخص، إذا انضربت الموصل فمن يعني من المحتمل أو من المرجح يعني أنه العدد كبير من هؤلاء راح ينتقلون إلى مناطق قريبة وهي إقليم كردستان، وإقليم كردستان غير مهيأ على الإطلاق يعني لإيواء هذه يعني هذا الكم الآخر من الناس، والآن أيضا يعاني مشاكل كثيرة مثل ما قلنا أنه يعني النظام هناك، البنية التحتية هناك مبنية على أساس عدد محدد من الناس وليس يعني مفتوحة، وفي كل البلدان هي نفس العملية على كل حال. والتقينا أيضا بالمطران داود شرف اللي هو مطران السريان الأرثوذكس، اللي تحدثنا يعني عن أمور يعني ما ممكن أنه واحد يعني يعرفها، لأن باعتبار هو جاي من الموصل. يعني قال أنه نحن فقدنا كل شيء، وتحدث على أنه المسيحيين تعرضوا إلى التهجير مو الآن، وإنما تهجروا من 2004 وكل سنتين هم متعرضين إلى هذا التهجير، 2004 و2006 و2008 و2000 وهكذا. يعني وبعدين تحدثنا عن أنه داعش، تنظيم داعش الإرهابي مو الآن برز، تنظيم داعش الإرهابي موجود في الموصل، كان موجود من 2004، وكانوا يعني يأخذون خاوات من المقاولين ومن أصحاب يعني أصحاب الأعمال والموظفين وغيرهم مقابل وصل باسم الدولة الإسلامية، وحسب ما يعني تفضل به المطران داود شرف هو أنه هو متحدث في هذه الأمور طبعا مع محافظ موصل السابق أثيل النجيفي، وحمل أيضا مرة أخرى ما حدث بالموصل أثير النجيفي والمشاكل بينه وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. يعني هذا اللي أقدر أعطيكم في الصورة سريعة عن هذا الوضع. شكرا أستاذ جورج، أنا ممتن لك بالحقيقة بكل هذا العمل الكبير اللي أنتم تقومون به. تبقى هناك غصة، لأن ما زال هذا الجرح مستمر وما زالت المعاناة، والآن أنت أشرت إلى موضوع غاية في الخطورة، هو في حال تحول المعارك إلى نينوى إلى الموصل،
من الممكن أن أيضا الزج بالمزيد من اللاجئين والمزيد من المهجرين، وهذه محن جديدة بانتظار العراقيين. طبعا لا يمكن اختصار عملكم ربما في هذا اللقاء فقط، وأنا أواعدك وأواعد المشاهدين أن تكون عندنا إطلالة أخرى قريبة، لكن أستاذ جورج يا ريت لو من هذا المنبر أن تتحدث إلى المشاهدين الكرام، ما هي أهمية هذا العمل؟ يعني ما هو النداء اللي أنت تحب أن توجهه؟ طبعا أكيد الكل يعرف هناك مسعى من قبل جمعيات، من قبل مؤسسات، من قبل منظمات، وحتى هناك مسعى على الصعيد الفردي. أنا أتصور كل هاي المساعي الخيرة إلها مكان وإلها مجال، لكن خلينا على الأقل نستمع من إنسان صاحب خبرة وصاحب دراية وإلى باع طويل في هذا العمل. تفضل، ويا ريت لو يكون باختصار وأكون ممتن لك. نعم. طبعا أنا أعتقد يعني الآن العراق يحترق، يعني يحترق تماما، يعني وناس يتعرضون إلى هذا الهجوم اللي تشوفوه أنتم يعني بالإعلام إلى آخره. أعتقد أن كل إنسان عراقي يمكن أن يدلو بدلوة ويمكن أن يساهم بطرق كثيرة. الآن خاصة أهلنا بالداخل يعتمدون على الناس اللي بالخارج، ليس فقط يعني جمع تبرعات وإرسالها، هذه مسألة، لكنه أكون مسائل كثيرة. يعني نحن الآن نحتاج إلى وحدة خطاب، نحتاج إلى أنه منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان أنه تتفعل، نحتاج إلى أنه نحن في كل مناطقنا، في كندا، في أمريكا، في أوروبا، في كل الأماكن، الدول هذه دول متحضرة، أنه ناسنا يروحون على يعني الكانسلر، يروحون على المسؤولين في هذه المناطق ويتحدثون عن ماذا يجري بالعراق، ويعني يطلبون من عندهم الدعم. يعني الآن العراق بحاجة فعلا إلى أنه نحن بالخارج، أنه شنو اللي ممكن أنه نحن نقف مع هذا، يعني هذا الوطن، مع هذا الشعب، وكلاً يعني كلاً يعني بطريقته، يعني مو يعني أنا لاحظت أنه الآن الناس يعني النازحين بشكل عام يعني بالوهلة الأولى أو الجولة الأولى يعني اللي رحنا زيارة، أنه الناس كانوا يحتاجون إلى غذاء وكساء ويعني إلى مخيمات إلى آخره. الآن إلى حد ما هاي الأمور استقرت إلى حد ما. الآن أكثر ما يحتاجوه الناس هنا موضوع المدارس، موضوع يعني معالجة الوضع النفسي، معالجة نحن في المخيمات موجود كثير من الكفاءات، يعني كيف ممكن نحن نستفيد من هاي الكفاءات؟ يعني شلون نحن ممكن أنه نحن ندعم أطفال صغار هناك يعني يشترون قرطاسية لهم أو ما يحرمون من مدارسهم؟ يعني وهناك كثير من المنظمات طبعاً تساعد في هذا المجال، لكنه هاي المساعدة باعتبار يعني أعداد كبيرة، أعداد كثيرة، أنه يعني مو كافي هذه على الإطلاق. أنا أعتقد الآن المهم أنه موضوع نبذ الخلافات، يعني هاي التسميات وهاي الأمور، هاي أنا أعتقد الآن تأجيل هاي الأمور كلها، لأنه فعلا شعبنا دا ينظر إلنا نحن بالخارج بنظرة أخرى، أنه شنو اللي ممكن أن يعني نحن نسوي. بالمناسبة نحن كجمعية يعني جمعية عراقية حقوق الإنسان، نحن مو بس رحنا يعني استمعنا لهم شكاوى، أيضا انطينا مبالغ بالتساوي إلى اليزيدية والشبك والمسيحيين في نفس الشيء يعني. وهاي كانت بجهودنا، يعني جهود مجموعة يعني ضمن الجمعية، جمعية العراقية لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد يعني كل عائلة ممكن تسوي شيء، كل يعني ممكن أنه يخلون شيء على صفحة حتى يساعدون يعني. وأنا ما أريد أتحدث كثيرا اليوم، لأنه صراحة نحن عدا هاي الأسماء اللي أنا ذكرتها يعني نحن شفنا كثيرين، والآن نحن على نقدم مشروع كبير إلى وزارة الخارجية الكندية لدعم يعني دعم المسيحيين ودعم اليزيدية ودعم الشبك في
في بروبوزلز يعني في مشاريع معينة. طيب أستاذ جورج، أنا ممتن لك، ممتن لوقتك، وأتمنى ما تفضلت به أن يكون فت فرصة للمشاهد الكريم أن يعيد حساباته أيضا، وأن يخلي جهده إلى جانب جهود الآخرين، وأواعدك أن نلتقي عن قريب. شكرا جزيلا لك أستاذ جورج. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بعد هذا اللقاء مع الأستاذ جورج منصور رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا، نتوقف قليلا مع الإعلان ونعود لكم، ابقوا ويانا رجاء. أود لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الوقفة القصيرة، ونكمل ما موجود عندنا في حلقة هذا المساء، لكن خلونا نستقبل المتصل الأستاذ سالم. تفضل على البث المباشر. مرحبا أستاذ كمال. يا أهلا وسهلا أستاذ. قبل داعش، من كانت أي كارثة تحدث في أي بلد من بلدان العالم مثل فيضان مدمر أو عاصفة أو زلزال أو هوسة أرضية، كانوا كثير من البلدان تتسارع لمساعدة ذاك البلد وخاصة أمريكا. إحنا نقوم بقضايا مساعدات مالية غير كافية. أمريكا كان لازم، وغير أمريكا لازم تقوم بمساعدة هؤلاء، هذول الأطفال بلا مدارس، ناس بدون حمامات، سرع الحمامات، يعني يقدرون يسوون حمامات خاصة كبيرة، ومدارس، مدارس إذا ماكو معلمين يتبرعون لمساعدة هؤلاء الأطفال في مكان خاص. إحنا نروح، إحنا بنحكي العالم كل أمريكا، إحنا في أمريكا، العالم كل أمريكا تعرف إيش يدور، ما حد يعني ده يهتم للموضوع. نعم. يعني الدعم المالي غير كافي. نعم. فلازم العراقيين أيضا يتعاونون فيما بينهم، الشيعة السنة وغيرهم، وما يخلون أي، لأنه دول داعش أيضا دخلوا من بيناتهم. نعم. شكرا لك أستاذ سالم. شكرا جزيلا لاتصالك. أنا ربما يعني عندي فد رد بسيط. الرد يعتمد على موقف الحكومة الرسمي. لما تصير كارثة في أي دولة، يتوجه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بالطلب إلى الأمم المتحدة، إلى المنظمات الإنسانية، إلى أي منظمة، بالطلب إلى تقديم المساعدة. المشكلة اللي موجودة الآن، المشكلة عمرها 11 شهر، طلب الحكومة العراقية ما زال طلب خجول. بالأساس الحكومة العراقية هي مقصرة بحق هؤلاء النازحين أصلاً. السياسيين العراقيين مقصرين، وهناك اهتمامات للحكومة وللأحزاب وللسياسيين أكثر من اهتمامهم بقضية هؤلاء النازحين. يعني أنا فقط للطرفة، قسم من أعضاء البرلمان وقسم من القيادات السياسية يعقدون مؤتمر صحفي يستنكرون فيه قيام الطائرات السعودية بسبب قصفها لليمن. طيب أنتوا ما استنكرتوا ولا يوم من الأيام كان عندكم موقف حقيقي عراقي وطني أصيل من مشكلة داعش وهؤلاء اللاجئين؟ تجون اليوم أنتوا تحكوني على اليمن، عرب وين، طنبورة وين؟ يعني أكو هناك مشكلة لدى الحكومة العراقية. يعني كيف أنت تتوقع الدول الأخرى يكون قلبها محترق إذا هم أصحاب القضية ماخذيها بهاي الطريقة؟ يعني لما نتحدث إلى هؤلاء الناس اللي يروحون إلى المخيمات، هناك تقصير كبير من قبل الحكومة العراقية، تقصير.
إهمال متعمد، قلة خبرة، سميها ما شئت. يعني واحدة من الأمور هم لما يمنعون أو يقللون من الأموال والميزانية إلى إقليم كردستان، طيب يعني شنو هي نتيجتها؟ هاي هي نتيجتها وللأسف يعني نتمنى. طيب أنا ممتن لك أستاذ سالم. مشاهدينا، في الأسابيع الماضية أيضا كان لنا فرصة أن نتحدث ونتطرق إلى أوضاع إخوتنا وشعبنا الآشوري في منطقة الخابور ومنطقة الحسكة بعد أن هجمت عليها التنظيمات الإسلامية واختطفت مجموعة كبيرة من هؤلاء الناس اللي موجودين هناك. كما وعدتكم بأن نلتقي بين فترة وأخرى مع بعض الناشطين حتى ينطونا على الأقل صورة عما يجري، أعيد اليوم الاتصال مع الناشط الأستاذ يقدان نيسان حتى يعطينا على الأقل صورة عما يجري. أهلا وسهلا أستاذ يقدان. أحييك أستاذ العزيز كمال يلدو لاهتمامك ومتابعك ومتابعتك لقضية الأسرى المخطوفين في قرى الخابور من الآشوريين. نعم. كما أحيي ضيفك الكريم صديقي ورفيقي الأستاذ جورج منصور للمعلومات القيمة التي قدمها لنا والجمهور. نعم. وكذلك أحيي أخوة المشاهدون. أستاذ الكريم، قبل كل شيء أريد أن أهنئ وقبل أن أهنئ شعبنا بالأول من نيسان عيد أكيتو عيد رأس السنة الآشورية، أريد أن أقدم تعازينا الحارة لجميع أبناء كنائس شعبنا وأخص منها كنيسة المشرق الآشورية لرحيل غبطة البطريرك ماردنخا خنينيا الرابع إلى الأقدار السماوية. الحقيقة رحل في وضع كنا في مأساة، شعبنا في مأساة، فعلا في مأساة، فوضع العائلات المخطوفة لا زال حتى اليوم حتى اللحظة مجهولا، لا معلومات جديدة عن وضعهم، أين يتواجدون. كل ما نعرف عنهم هو أو كل ما نسمعه عبارة عن احتمالات وتأويلات، لكن هناك أمل بالإفراج عنهم، فعلا هناك أمل ولو هو بسيط، ضوء صغير ضعيف جدا، ولكن يبقى الأمل. لأن سيادة المطران مار أفرام في مطران الآشوريين في الحسكة قد أصدر بيانا ربما كان عبارة عن رسالة لداعش أو للدولة الإسلامية باسمها الحقيقي، إن هناك ثلاث نقاط ركز عليها أريد أن أقرأها أو أتلوها عليكم. ثلاث نقاط هي مهمة جدا. يقول فيها: الكنيسة الآشورية لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل المسلحين من طوائف أخرى. ثانيا: ليس لدى الآشوريين أو أبناء الكنيسة الآشورية أي ارتباط أو تحالف أو علاقة مع حزب البيكيكي الكردي، لأن هناك صراع كردي عربي. نعم. فلا نريد أن يستغلوا هذا الصراع ونكون نحن الضحية. كمان تأكيد على أن الرعايا الآشوريين أبناء الكنيسة الآشورية في الحسكة أو في سوريا جميعاً ليس لديهم أي ارتباط مع أي جهة مسلحة أجنبية مهما كانت، ولا بلدي وطنية محلية. وإننا نطلب أن نكون دائما موضع، وكان علاقتنا موضع احترام بين جميع طوائف وفئات الشعوب المنطقة. فلذلك لا يوجد هناك أي
شيء جديد عن وضعهم حتى الآن للأسف. نعم. للأسف. طبعا أستاذ يكدان أنا أشاركك القلق، لأن استمرار هذه الحالة بالحقيقة في بعض الأحيان يبعث أيضا باليأس. يعني إحنا أكو عندنا مثل يقال دائما يقول أم القتيل تنام، أم المهدد بالقتل ما تنام، لأن الآن ما نعرف يعني إحنا شنو أوضاعهم. كل يعني كل اللي الإنسان أن يتمناه أن هذه المحنة تنتهي وتنتهي على خير، أن محنة المسيحيين ومحنة الأبناء المكونات الصغيرة الأخرى في العراق، في سوريا، في فلسطين، في هذا المشرق أن تنتهي. الناس تريد تعيش، تريد تتمتع بهذه الحياة، تريد تقدم الخير وتريد تقدم المحبة. أنا أشكرك أستاذ يكدان، وأيضاً أبقى بتواصل معك بأمل أن نسمع إن شاء الله أخبار طيبة، لكن مع كل هذه الزحمة من الآلام ما إلى الإنسان إلا أن يتمنى لكم كل الخير، ويتمنى لكم عيد قيامة مجيد لكم ولعوائلكم ولكل هذا الشعب. شكرا جزيلا لك أستاذ يكدان، وإن شاء الله في هذا العيد بنسمع أخبار طيبة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، بشكرك وشكرا على اهتمامك. شكرا، تصبح على خير، مع السلامة. كان هذا هو الأستاذ والناشط يكدان نيسان، تحدثنا من كندا. وبالحقيقة موضوع أصبح يشغل كل الناس مشاهدينا الكرام، اللي هو الحال اللي يمر به هذه المنطقة، اللي تمر به هذه المنطقة من مآسي ومن نكبات ومن ويلات، فيما شعوب أخرى تتوجه نحو الغد، تتوجه نحو بناء مجتمعات مسالمة، نحو الاستفادة من التكنولوجيا، الاستفادة من التطور. هذا اللي نتمناه، لكن دون مقدمات لا يمكن الواحد أيضا أن يبني آمال على تراب. ما لم يكون أكو هناك أساس وطني، ما لم يكون أكو هناك أساس مدني، ما لم يكون أكو هناك دستور يحترم أبناء البلد بكل انتماءاتهم، نحن نتحدث عن شيء آخر مشاهدينا الكرام. ومن يعيش في هذه البلاد ويتمتع بها فليعلم إن أهم سبب لما يتمتع به في هذه البلاد هو دستورها اللي يساوي ما بين الأفريقي والآسيوي والهندي والأوروبي ومن كل الشعوب، ونحن غرباء هنا ونتساوى مع أبناء هذا الوطن. لكن أبناء الوطن الشرعيين والأصليين في بلدانهم يعرضون إلى التهميش وإلى الإبادة وإلى القتل والخطف والبيع في سوق النخاسة أمام أنظار السياسيين الذين يشغلهم ما يجري في اليمن، ولا يشغلهم ما يجري في سنجار. أي وطن وأي وطنية؟ نعود إلى موضوع الأزمة والمشكلة وقضية ما تعرض إلى بالذات الشعب الكلداني السرياني الآشوري المسيحي. وفي أكثر من مناسبة مشاهدين الكرام أنا أقول لكم، لو أصبح هذا الخبر من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هناك كارثة قادمة. يجب أن يبقى هذا الخبر في المقدمة، هذا هو هم. وربما بسبب هذه التجاذبات اللي موجودة ما بين القوى السياسية العراقية تراجع هذا الخبر. ومن يتابع نشرات
الأخبار يعني الأستاذ جورج منصور نطرقهم يقول عدد النازحين من جراء هذه الأحداث وصل إلى 2,634,492 وفي تزايد. هذا شعب، أكو دول أصغر من هذا الرقم، من الذي يهتم؟ كيف من الممكن أن تحل مشكلتهم إلى أنت ما تخليها في مقدمة الأخبار وفي مقدمة اهتماماتك؟ لكن يبقى هناك أمل بما تعمل الجاليات، بما تعمل المنظمات، أمل بالرأي العام العالمي، أمل بالدول التي تقيم وزناً للإنسان. نأخذ متصل مشاهدين الكرام ونعود لنكمل معكم ما تبقى في هذه الحلقة. الأستاذ أمير تفضل. أستاذ أمير على البث المباشر. مرحبا أخ كمال. يا أهلا وسهلا بك عزيزي. حقيقة أهيئك أنه اللقاءات حقيقة من درجة الأولى، وضيوفك أحيي ضيوفك الكرام أستاذ جورج منصور والأخ يقدان نيسان. وأنا أثني على الأستاذ جورج منصور العمل الكبير القائم به بهاي زيارته، زيارتين أخيرة إلى اللاجئين في كردستان العراق، واهتمامه الشديد بهذا الجانب سواء كان ما يصب في الوطن أو ومع الحكومة الكندية. حقيقة جهد كبير جدا، و انه في فترة قادمة عنده برامج ثقيلة من وجه ثقيل اهتمام بالنازحين في ارض الوطن. حقيقة احني الاستاذ جورج منصور، وهذا تاريخه ابيض دائما بهذا الجانب الانساني. احييه واحيي لجنة حقوق الانسان العراقية، وايضا اهني الاستاذ يقدر نيسان اهتماماته الشديدة واتصالاته الدائمة مع الوطن في سوريا، واهتماماته بأبناء شعبنا الآشوري في قابور. شكرا. أريد أهني شعبنا الكلداني السرياني الآشوري بعيد رأس السنة الآشورية، 6765 سنة على هذا الشعب، مر من قهر وصهر ومأساة كبيرة جدا. فإذا نشوف هاي الفترة الأخيرة إنه هذا الشعب بيوصل إلى مراحل أخيرة، مراحل انقراض، وحتى حضارته آثاره أصبحت في نهايتها التهديم والتهشيم، الثور المجنح وهالآثار العظيمة. حقيقة يجب أن تكون اهتمام دولي وعالمي قد ما نقدر إحنا نساعد. هذا ما يوصل شيء، ما نحن راح نقدر نوصل، لأن الداعش هي قوة كبيرة، أكو دول عظمى وراء داعش وقاعد ساندة. فما أدري يعني، يمكن لا حول لنا ولا قوة، بس نبقى ناظر من أجل بقاء هذا الشعب. لربما يجي قوة من الشرق، ما أدري منين، راح تبقى تساند هذا الشعب حتى يواصل حياته المستقبلية. شكرا. كلمة أخيرة تفضل. كمان أريد أحكيها بس إذا باللغة الآشورية. حقيقة تفضل. هذا اليوم يعني حقيقة من هالأيام دنمر في أزمة. الكنيسة المشرق الآشورية فقدت رجل عظيم ورجل قومي وروحي، زعيم كبير للكنيسة الآشورية والقومية الآشورية، ماربن خرابة. حقيقة كانت تربطني علاقة شخصية معاه حميمة، يعني كان خسارة كبرى. وأرجو من القادم الذي ياخذ هاي المرتبه يكون بنفس المستوى، ان شاء الله حقيقه نعزي شعبنا الاشوري بهاي الازمه الشديده بهاي الايام. راح يكون يوم 8/4 العفو امير، يبدو ان قطع الخط. امير اذا ممكن تتصل المخرج يكتر. طيب شكرا لاتصالك، وربما رسالتك وصلت أيضا للمشاهدين الكرام.
مشاهدينا، عطفا على ما تفضل به الأستاذ أمير لما قال المشكلة اللي يعاني منها الآن العراق وبالذات المكونات الصغيرة المستهدفة من قبل الإرهاب، الإرهاب المحلي اللي موجود بالعراق والإرهاب القادم من خارج الحدود، بحاجة إلى دعم دولي ولا شك من ذلك، وهذه راح تكون هي نقطتنا بعد أن نأخذ فاصل قصير ونعود لكم مشاهدين الكرام. أود لكم مشاهدين الكرام ونكمل الجزء الأخير من حلقة هذا المساء، واللي اختاريت العنوان اللي هو الموقف التاريخي المسؤول في كلمة الباتريارك مار ساكو في جلسة مجلس الأمن الدولي. وبالحقيقة هذا تعتبر فد نقلة نوعية كبيرة جدا بطرح هذا الموضوع في أكبر تجمع دولي، وربما الشكر يعود إلى مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي طالب باستضافة الباتريارك مار ساكو وأيضا النائبة عن المكون اليزيدي فيان دخيل. موجود عندنا الفيديو أو الخطاب اللي ألقاه مار ساكو، خلونا نستمع إلى مشاهدين الكرام وهي فرصة للإطلاع، ونعود لنكمل حديثنا هذا المساء. عودة لكم مشاهدين الكرام بعد أن شاهدنا هذا الخطاب المهم، وكنت أتمنى بالحقيقة قبل أن يطلع الباتريارك مار ساكو في مجلس الأمن الدولي، كنت أتمنى أن يكون ضيف في البرلمان العراقي أو في اجتماع مجلس الوزراء العراقي، لكن وللأسف هذا هو حال العراق من أزمة إلى أزمة. طرح القضية على المستوى الدولي أنا أتصور رح يكون عنده أبعاد كبيرة مستقبلا. طرح النقاط وإثارة النقاط المهمة في هذا الخطاب أتصور هي وصفة لعلاجات دائمية لمصيبة الشرق الأوسط والمنطقة العربية اللي بانية عملها ودولها على أساس الجهة الكبرى والأقليات والمكونات الصغيرة، هي مكونات فقط للتلوين وفقط للزخرفة ليس إلا، وإلا كيف ممكن أن يعقل الثقافة السائدة، الثقافة العامة السائدة، وللأسف هي ثقافة تدعو إلى إلغاء الآخر، لو لم تكن هذه العقلية لها جذور في العراق وفي سوريا وفي هذه المنطقة لما كان بالإمكان لناس مثل داعش أو القاعدة أو المنظمات الإرهابية الأخرى أن تستمر بعملها وأن تطول 11 شهر تأخذ أراضي وتأخذ محافظات وتسلب وتقتل وتدمر وتهجم على المتاحف وتهجم على البنوك، يعني شيء لا يمكن لعاقل أن يصدقه، لكن هذا هو الواقع. طالب بالحماية الدولية وهذا حق شرعي، لما كانت الحكومة العراقية عاجزة عن حماية أبنائها وين تتوجه الناس؟ كذلك طالب بأن تكون منطقة آمنة لهذه المكونات
وربما الضربة القاسمة للعقلية اللي موجودة في المنطقة هي مطالبة مارساكو بأن تكون الأنظمة والدساتير مبنية على أساس الدولة المدنية العلمانية التي تحفظ كرامة وحقوق كل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم. هذا الموضوع مشاهدينا الكرام سيبقى مثارا، ونحن لا نعلم كم ستدوم محنة هؤلاء اللاجئين، لا نعلم ماذا يخبئ لهم المستقبل. بعد شهر ربما أو أكثر قليلا أو شهرين العفو رح تطول سنة حتى في حالة تحرير مناطقهم، كيف رح يرجعون؟ ما هي مقومات عودتهم؟ ما هي مقومات استمرارهم؟ الأمراض، المشاكل النفسية، المشاكل المالية، هناك حزمة كبيرة من المصائب تنتظر هؤلاء الناس. طرحها يعني حتى ما تفضل بي ضيفنا الأستاذ جورج منصور، وربما هذا النداء أيضا للعديد من المنظمات والجهات العاملة في الولايات المتحدة، يعني أنا أتحدث في الجالية، كثير منهم خاصة من مدينة ديترويت كان عندهم عمل كبير بالتوجه إلى الكونغرس، بالحديث إلى أعضاء من الكونغرس بمحاولة الوصول إلى صناع القرار في الولايات المتحدة من أجل طرح هذا الموضوع على أعلى مستوى. دون هذا مشاهدين الكرام هذه المصيبة من الممكن أن تتضاعف وأن تكبر، لأن استمرار هذه الأوضاع لدى هؤلاء اللاجئين مو بس فقط رح يقضي عندهم على الأمل، لكن من الممكن أن يدفعهم لخيار آخر، خيار البحث عن الحياة، خيار البحث عن الأمان اللي ربما سيجدوه خارج حدود وطنهم وهذه البلاد التي عرفوها، وبالتالي سيضافون إلى جيوش اللاجئين ويضافون إلى جيوش الجاليات وغيرها. طبعا هذا الخيار مو اللي أنا أقرره، لكنه هؤلاء الناس كانوا عايشين في مدنهم، كانوا عايشين في أراضيهم وفي بيوتهم. ما الذي يتوقع الإنسان لما يكون لما الإنسان المسالم يتعرض إلى كل هذه النكبات؟ لازم يكون عنده رد فعل، ودون هذا يعني الثمن الآخر وثمن غالي أيضا، يا إما ينقتل يا إما ينذبح يا إما فهذا هو الموضوع. وكيفما أو كلما استطعنا أن نعمل، كلما استطعنا أن نقدم شيء، صدقوني مشاهدين الكرام لن يذهب هباء. كل عمل إلى مكان، وكما نسمع الناس اللي موجودة بالعراق تنظر بعين الاعتبار وبعين الاحترام وبعين التقدير إلى كل الأعمال التي تقوم بها الجاليات، مؤسساتها، كنائسها، منظماتها، شخوصها، كلها لها أثر طيب. بالحديث حول مجريات الأحداث الجارية الأخيرة، طبعا من الأخبار السعيدة والمفرحة هو قيام قطاعات الشرطة والجيش العراقي بمؤازرة من المتطوعين بتحرير مدينة تكريت من داعش، والآن هم يتوجهون إلى القضاء عليهم في المناطق الأخرى. لكن سبق هذا الشيء مشاهدينا الكرام مشهد
ذو ملامح خطيرة جدا على مستوى الأوضاع القادمة، وهو الصراع القائم ما بين أصحاب أو ما بين ولاة الميليشيات وما بين الدولة ممثلة برئيس الوزراء. كان أكو هناك مسعى كبير لسحب اليد من الجيش ومن الشرطة وإعطاء الأولوية إلى ما يسمى بالحشد الشعبي. وكما تعرفون، يعني احنا تحدثنا حول هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، الحشد الشعبي كان بنداء من السيد السيستاني وكان هناك تجاوب، لكن تجمع كبير وبهذا الشكل وفي ظل ظروف العراق ووجود السلاح ووجود الميليشيات سيكون، إن لم يكن من المستحيل سيكون من الصعب السيطرة عليه، وبالتالي السيطرة والتعامل مع نتائجه أيضا، لأنه طلعت أفلام وطلعت تصريحات وطلعت كثير حول جرائم لا تقل عن جرائم داعش قام بها هؤلاء الناس، قام بها ناس طبعا قيل في أكثر من مناسبة بأنها تصرفات فردية أو غيرها، لكن بالحقيقة هي تصرفات مدروسة أيضا، لأن جزء من هذه الميليشيات لا يريد أن يأتمر بأمر الحكومة العراقية، له مرجعية خارج الحدود، ماذا يقولون له خارج الحدود هذا اللي ينفذه. ولهذا السبب كان أكو هناك شد وكان أكو هناك مشكلة كبيرة بقضية تحرير تكريت، وعرفت بأن بعد الهجوم الأول كان أكو هناك توقف لأن قسم من الميليشيات انسحبت، وحسناً فعل رئيس الوزراء عندما أعطى الأولوية للجيش العراقي وللشرطة العراقية للقيام بهذا العمل. أما من يريد من العشائر ومن التشكيلات الأخرى فأهلا وسهلا. وهنا لابد من الإشارة إلى المشكلة الكبيرة اللي موجودة بأن أكو هناك فصائل لا تريد أن تأتمر ولا تريد أن تكون تحت أمرة الجيش العراقي ورئيس الوزراء. في مقدمة هذه الفصائل، في مقدمتها مشاهدينا الكرام، قوات بدر، أصائب أهل الحق، كتائب حزب الله، وسرايا الخراساني، الذين طالبوا بأن يكون الحشد الشعبي تحت هيئة مستقلة وتحت أمرة قائد له علاقة بالحكومة، فيما بعض الفصائل الأخرى رفضت ذلك وقالت نحن نأتمر بأمر الحكومة. هذا هو الخطر، لأن أكو هناك عقلية تريد أن تستعيض عن الجيش العراقي، أن تستعيض عنه بميليشيات شبيهة للجارة المسلمة إيران، تشكيل الحرس الثوري وغيرها، وبالتالي أمرتها لا تكون بيد رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا وزير الدفاع، أمرتها تكون بيد جهة دينية أخرى، وهذا بالأساس هو مخالف للدستور، مخالف لكل القوانين اللي موجودة. لكن أكو هناك ناس يريدون أن يعبروا على الدستور وعلى كل شيء في سبيل تحقيق مصالحهم ومصالح أسيادهم أيضا. مشاهدين الكرام، شكرا لكم، شكرا لاستماعكم، وشكرا لضيوفنا الكرام ولكل من اتصل في هذا المساء. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. أنا ألتقيكم يوم الأربعاء القادم. مشاهدين الكرام، أتمنى لكم عيد قيامة مجيد سعيد، وأتمنى لكم الأفراح أيضا
تصبحون على خير، يصبح العراق ويصبح أهل العراق على ألف خير. مع السلامة.